حديث إلا عنها ولا نقاش إلا حولها. قمة قمم أولى مباريات العودة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الحديث هنا عن ديربي العاصمة بين وصيف البطولة شباب الوزداد صاحب 26 نقطة ومردية الجزائر ب 24 نقطة. حرب التصريحات انطلقت قبل المباراة، أشعل شرارتها كما يبدو رئيس الرابطة محفوظ قرباش الذي غير مكان المباراة من 20 أوت إلى 5 جويلية، قرار أغضب أبناء لعقيبة الذين لعبوا الذهاب في بلوغين وأرادوها إيابا في 20 أوت، فتم العدول عن القرار لإطفاء تلك الشرارة. Qu'on joue là, on avait joué à Bollorin le premier match, donc on joue au 20 août le retour. Ça aurait pu être amusant de jouer le 5 juillet et de dire on va emmener 40 000 CRB et puis il y aura aussi du monde en face. Ça aurait pu être amusant, mais pour l'instant on est sur ce 20 août qui nous a toujours bien réussi et il faudra sortir le grand match que tous les supporters attendent. On va faire le maximum, Inch'Allah, ça va être un match très très difficile, mais fait que c'est un derby entre le CRB ou le Mouloudia. On va dire les deux galeries, le fair play ou ça. Ça va être un déclic pour nous par rapport à la gifle de l'Idina, l'élimination de l'Idina, on ne s'attendait pas. مردية الجزائر المنتشية بتأهل مستحق في كأس الجزائر لم تكترث بالجدل الدائر حول مكان إجراء المباراة، واصلت تحضيراتها بحثا عن فك شفرة الشباب الجريح الذي ودع الكأس بمرارة كبيرة مستفيدة من استعادتها لجل اللاعبين المصابين. واللي كان عنده إرادة أكثر وعنده رغبة أكثر ويسير في مقابلة بعقلانية أحسن هو اللي رايح يفوز بهذه المقابله. Ouais, ça va être un match difficile parce que CRB cette année c'est une belle équipe, ils produisent du beau football. Maintenant c'est un derby à gagner inchallah. كحنايا كيما نقول لك الفريق حضر في ظروف جيده هذا الاسبوع ان شاء الله هو يطمح باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله في ملعب 20 اوت. التعزيزات الأمنية المشددة التي سترافق المباراة منعا لحدوث تجاوزات قد تعكر صفو الديربي بين الأشقاء، مهما اختلفوا سيبقون إخوة فرقتهم ألوان الفريق وجمعتهم كرة القدم وروحها الرياضية.